من جديد برحب بك كابتن هيثم، الف مبروك لحضرتك ضيوف الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز النادي الاهلي على الاتحاد في جيم 1 من سلسله بلاي اوف يعني بيست اوف 5 في نهائي دوري السوبر المصري 2022 2023. كابتن احمد الجرحي الف مبروك الفوز في المباراه الاولى. زي ما اتكلمنا قبل الماتش في اجهاد في حاجات كتيره جدا وظروف معاكسه ضد الفريق، لكن اعتقد اهم صفات الفريق الكبير انه يكسب حتى لو هو مش في احسن حالته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيك والله يبارك فيك، ورحب بكابتن هيثم مع كابتن سرعاوي تقريبا، كابتن طاهر رجب، كابتن ميشو، وكابتن عماد محمود نجوم مصر يعني في الاستوديو، اكيد امتعوا الناس بتحليلهم. الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما انت قلت الفرقه مجهده طبعا من بطوله افريقيا، كان برضو عدد ماتشات كبير في وقت صغير. الحمد لله يعني ان احنا قدرنا النهارده ان احنا نعدي بالمباراه لبر الامان، واحنا مش في احسن حالاتنا اكيد. بنلعب فريق كبير، فريق يعني مليء بالنجوم، فريق محترم جدا مع جهاز فني على اعلى مستوى. الحمد لله النهارده ان احنا قدرنا ناخد الليد، ناخد 1-0 النهارده، فربنا يكرم ان شاء الله. وبكره يبقى جيم مهم قوي ان شاء الله. زي ما قلت الحمد لله خدنا الافضليه باول جيم، بكره مباراه مهمه مفيش فرق على طول اقل من 24 ساعه. شايف المباراه ازاي وهتعدلها ازاي؟ والله يعني انا مستغرب جدا ان الماتش ده بكره، يعني حضرتك النهارده دلوقتي لو بصينا في الساعه تلاقي الساعه بقت 10:30، ماتش بكره الساعه 7. يعني انت بتتكلم على ماتشين باسكت، لعبه الباسكت معروف ان هي مجهودها عالي جدا، ماتشين في اقل من 24 ساعه، دي حاجه غريبه جدا. كان ممكن احنا نلعب النهارده مثلا 6 مكان البنات، ونلعب بكره الماتش بتاعنا 8:30، بحيث ان انت تقدر تاخد على الاقل 24 ساعه راحه. كل الضغط ده علينا، الضغط ده علينا احنا بس. طبعا الاتحاد مريح، وبعديها بعد ما اخلص السيريز دي عندنا بطوله افريقيا، فيعني ربنا كده يكون معانا ان شاء الله، ونقدر نعدي باللعيبه بدون اصابات، ونقدر نكمل للاخر واحنا واقفين على رجلينا ان شاء الله. كابتن بالتوفيق ان شاء الله في موهقه ومباراه.